السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. في هذا الدوري دوري الامير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز اللي كان على حساب نادي الصفا، هنا نشاهد الان كرة القدامى، هنا اللعب بدائرتين بالنسبة لنادي الصفا، الناعي داروش الشرياس الصفواني امام كواسر مضر. شاهد معي الان جناح اتسجلت يا فيصل، ولا لا؟ هي بوكون، بوكون الى عباس، عباس الى علي غانم، علي غانم الذي قدم مستوى كسبان، وسراج الابراهيم في البدلاء. على كل حال بدايه لهذا اللقاء، الجماهير تنادي بصيحات، وهنا حسين الاحلامي اللاعب الذي مثل نادي الخضراوي، هذا اللاعب اللي تدرج في صفوف نادي مضر، لعب مع نادي المحيط وايضا في نادي الهدف في بطوله خارجيه وديه، وهنا تصدي جديد لعلي غانم، علي غانم جاب الغنايم في هذه البدايه. طبعا خالد عبد الستين محترف اردني في صفوف نادي الصفا، لا زال يبحث عن بنتيجه 27 مقابل 22. على كل حال نشاهد الان مجريات الامور في هذا اللقاء، حسين احلامي هو الاكثر خطوره في الفريق الصفواني، خالد عبد الستين اول وحده الان، وحاولات شوف اللعب بيوسف الطويل اللي كانت له اعاره ماضيه في نادي مضر، لعب مع نادي الخليج ونادي الاهلي، هنا حسين الاحلامي يا حسين يا حسن تريك، افضل حارس اسيوي في عام 2018 مع منتخب السعوديه الشاب في البطوله التي اقيمت في عمان اللي حصل فيها المنتخب السعودي على المركز الرابع، وهنا فيصل قريش. ايضا الدور الاداري الكبير والجنود المجهولين ابو حيدر العلويات الذي حضر كل بطولات نادي مضر على مدار 30 عاما، وابو علي الخياط وغيفا ونور الدين هلال اللاعب الجزائري اللي لا زال لم يفسح له المجال، هذا اللاعب نور الدين هلال اللي دائما ما شاهده في رميات السبع امتار، هنا حسن تريك يضع حدا للكرات، حسين الحلامي الى احمد العلي، احمد العلي الان لكن ليس على علي عامي عرين الصفواني، يلعب الان الى حسين الحلامي باتجاه خالد عز الدين، ولكن ايفان موجود، عبد الله حليلي، عبد الله ابو ورد ينتظر الورد ايضا حقق طبعا نادي مضر. طبعا تلك المباراه تعود الى 27/5/2010، الدور الثاني كان لنادي مضر، اخر مباراه امام نادي النور وفي عام 2011، طبعا دوريين على التوالي، محمد العباس الان الى ايفان، في اخر ست لقاءات، لكن راح اقول لك مفارقه برضه ثانيه في بطوله الكاس، لكن خليني اشوف هذه الكره خطا على اللاعب الصربي، مضر الان يقلب الطاوله بهذا الهدف، عم الى هذا اللاعب الصربي طبعا مسموح في هذا العام اللعب بمحترفين داخل الارضيه، هنا عبد الله حليلي الى احمد العلي، احمد يسجل الان وكان الصفا الصفا بعد التقدم من 4-1 الى 6-4، اذا ظل الصفا الان في فتره فراغ، خالد عبد الدين الله على الكره الان باتجاه ايفان الى محمد العباس، محمد الان الى بينما هنالك الصفا لا زال يعتمد على لاعبين خط خلفي، اعتقد يحتاج الصفا الى تفعيل الاجنحه، يا الله كيمي حقيقه لديه من البطولات والاحداث اللي شارك فيها عدد عن علي السكوفي ومحمد الصقر، اها دخلوا في مجال التحكيم في عام 2009/2010، هم طبعا من الاحساء، شاركوا في بطوله اسيا للمجال 2021، اها اها، لكن النتائج دايم متقاربه، دايم فرق هدف هدفين ثلاثه اهداف، اذا محمد العباس الان، محمد من الخارجي، فلت الى الخارجي ورميه سبع امتار، اجواء اللي عايشنا فيها العديد من البطولات الخليجيه، البطولات المحليه، ايضا حتى بطولات الالعاب المختلفه، احمد العلي الان سجل، سجل عز الدين، ماضي عريق جدا لنادي الصفا على مستوى الاسماء على مستوى المدربين، ولكن بدون بطولات، حاز على الميداليه البرونزيه الوساطه عندك، نشاهد الان تصدي لحسن بن بيك، تعود الان لنادي مضر اصحاب ال 13 بطوله تاريخيه ومشاركه
في هذا اللقاء. طبعا نتحدث عن حسن الجلبي، احدى الايقونات البارزه في نادي مطر، هذا اللاعب اللي مثل عده انديه. يا سلام على هذه الكره، حكم فرصه مهمه تضيع بمرمى خالي. يلعب الان نادي مطر بكل اللاعبين كلاعبين مهاجمين مع خروج حيدر الخضراوي بالدقيقتين، وهنا رميه سبعه دار المره اخر بطولتين لنادي الخليج. لعب مع نادي الوحده في فتره وجود وسام حمام، لعب مع نادي الدير البحريني. احمد العلي الان يسجل هذا اللاعب فعل قوي، والفاست بريك، والفاست بريك هذه طريقه نادي مطر. طبعا لو كان موجود يعني مثلا منير اللي في موجود الصخره. محمد العباس الآن إلى حيدر الخضراوي الذي يشارك من جديد بعد عقوبة الدقيقتين، يلعب الآن على مستوى الجناح. عبد الله حليل هو حصل على رمزية البطولة العربية 2017، وأيضا خسر طبعا في تلك البطولة من العرب القطري في النصف النهائي. وهنا حسين الحنابي، أهداف غير هذا اللعب، أهداف غير، شوف اللعب الكلاسيكي الموجود، اللعب الموجود مع حسين الحنابي دائما. جعفر الصفار في هذه اللحظات، احمد العلي الان على تنفيذه رميه السبع امتار، احمد العلي سجل. احمد والخطا الموجود، الخطا الموجود في هذه اللحظات. اذا راح نتحدث عن التاريخ كثير، راح نتحدث عن التاريخ كثير. يلعب الان خالد عز الدين، خالد والتصدي لجعفر الان. ايفان 14 مقابل 10، مدر يتقدم بفارق مريح، ولكن كرة اليد فيها التحولات. الله الله، حسين الحنابي، حسين أهم الأدوات الموجودة في الهجوم بالإضافة إلى خالد عز الدين. ميلان ممكن سجل بعض الأهداف، هذا خالد من جديد الآن على شوف البلوك أيضا الموجود، القراءة السليمة. نادي مدر الذي دخل معسكرا داخليا قبل هذا اللقاء، معسكر داخلي ايضا نادي الصفو. اوه رد علي، رد يتوافد على هذه الصاله. اكيد بعد نهايه الامور في مباراه كره القدم نشاهد الان محمد العباس. محمد الان يا محمد من مقابل 11، الصفاء الذي كان جبلا في بدايه انطلاقه هذه البطوله، بطوله دوري الامير فيصل بن فهد لانديه الدوري الممتاز. اكيد جمع الانجازات والبطولات باربع بطولات، ببطولتي كاس ونخبه وسوبر. اذا الكره الان تلعب الى خالد عز الدين. اها، مان تو مان من محمد الطويل على محمد العباس لاخماد خطورته امام ايفان. ايفان هذا اللاعب طويل القامه مقدم مباراه كبيره. عبد الله حليلي قايل لكم عم ابلح ابناء صفوه، ابناء عين داروش في هذا اللقاء. اذا نشاهد الان محاولات تستمر على مستوى الجناح. محمد خب الشاب اللاعب الذي يقدم عروض قويه في هذا العام، هو حماسو، هو حماسو اللاعب الاسود، لكن ليس امام ايفان، ليس الى الباك الثاني، وبالتالي هنا ممكن يسبب ارهاق لنفسه. شوف هنا التصدي علي الصفار، جعفر الصفار يلعب الان كره باتجاه حسن الجلبي. عمده يا عمده يا عمده، في عام 76 لما كان موجود رحمه الله عليه علي القداحي مع نخبه من المثقفين. نشاهد الان كره على مستوى الدائره، هذا الصخره، هذا الصخره، رد على العمده رغم الدفاع القوي المطراوي، الا ان هذا اللاعب يجد لنفسه مكان لانه يعرف يتمركز. في الصالات وفي على المستوى الفني. على كل حال خالد عز الدين اذا الى حسين الحنابي. حسين الله على الكره في العارضه، عارضه في العارضه. شوف اللاعب هذا، هذا هو اللاعب اللي هو ميلان، ميلان ميلان ميلان، يلعب الان الى خالد عز الدين. يا الله يا الله، يا اثبات خطوره اللاعب ايفان في هذه اللحظات. هو لاعب ايفان هذا اللاعب، شوف اللاعب الكرواتي يلعب لحسن الجلبي على مستوى الدائره، ورميه سبعه امتار، رميه سبعه الان. احمد العلي الان على تنفيذ رميه سبعه امتار، 16 الصفا، 20 نادي مطر. احمد العلي الان يبحث عن مواصله التالق امام علي غانم، هو ونادي النور امام نادي الصفا صاحب الاكثر انتصارا.
يتجدد العمر مع هذا اللاعب وكأنه يصغر لا يكبر. يلعب الآن يلا على التدخل من محمد فؤاد النصران فيها قرار هذا مكان أثناء فوز نادي مطر حصلت فيها حالة من الإغماءات من الفرحة المطراوية والفوز على نادي النهضر الذي لا يقهر. وهنا اللاعب الذي لا يقهر هذا طريقة اللاعب محمد العباس الآن ومحاولة الاختراق والتصويب وهنالك صف أحمد العلي متعهد رميات السبعة أمتار أحمد العلي من جديد هذا أريك نادي مطر يسجل إذن على علي غانم مطر يواصل التقدم فارق الستة أهداف هذه الحالة 23 مقابل 17 حيدر الحسن يمر يا عين لحظات على كل حال فارق الخمسة أهداف مطر يبحث عن مواصلة التقدم بفارق الستة أهداف محاولة من إيفان يا لها من كرة ذكية يا الله 6 لاعبين مطر يلعب بستة لاعبين ولديه اللاعب بدك شيختين أيضا الصفة دقيقتين يلعب بدون حارس وهنا يوسف الطويل طبعا 23 هو لاعب عبد الله ما لحن ميلان ما دخل لم يدخل حتى هذه اللحظة إذن نشاهد كرة على مستوى الجناح تصدي لجعفر يا أكثر من رائع لكن بعد ذلك فضل إنه يلعبها أعتقد إنه كان ممكن يلعبها على الزاوية البعيدة لكن هو فضل المخادعة وإيفان الآن يدخل من جديد محمد فؤاد يتصدى هذا اللقاء عبر قنوات SSC الرياضية الفضائية هنا خالد عز الدين يلعب باتجاه حيدر الحسن هذا اللقاء إذا نشاهد في هذه اللحظات عباس الصفار شوف الخروج من حيدر الحسن كرة على مستوى الجناح عبد الله حليلي ما يضيع عبد الله حليلي غير يا حليلة 25 مقابل 20 وخالد عز الدين وين جاي إيفان الآن هو خارج بدقيقتين طبعا غير قميصه من الرقم 30 الى 19 لعدم وجود قميص اخر وهنا محمد وخطا جيد لنادي مطر فارق الثلاث اهداف يا لها من 12 دقيقه يلعب الان الى محمد العباس دفاع نادي مطر في الجوله الماضيه وهنا انتهى الوقت الوقت السلبي اشاره تحذير اللعب السلبي وهنا حسن الجنبي مع محمد العباس محمد الى ايفان يلعب الى حيدر الخضراوي لحظات تحمل المسؤوليه اللحظات الحرجه احمد العلي الدفاع من حسن الجنبي وايفان وعباس الصفار وبالتالي يعملون مضايقات على هذا اللاعب خالد الان والتصدي لجعفر الصفار يا لها هذه هديه يا ايفان هذه هديه يا ايفان الصفوانيه كره الى ميلان اللاعب السربي هادي قريش يلعب يا سلام مصطفى خطا من جديد اذن خطا من جديد في هذه اللحظات ايفان على مستوى الجناح تبع خطا كبير في هذا المكان خصوصا في الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني هنا نشاهد الان ميلان يلعب كره على مستوى الجناح محمد الطويل اسم لاعب محمد الطويل اذا مطر يقترب اذا من نقطتين ثمينتين لمواصله الصداره براعم كرة اليد المطراوية هذا اللاعب كرة الآن تلعب إلى مين؟ إلى محمد يا محمد اللعبة حلوة تتكلم عن ألعاب كثيرة وأسماء كبيرة جدا كرة الآن تلعب من جديد حتى على المستوى الثقافي المسرحي كرة الآن وهذا هدف من حيدر الحسن حيدر أكيد كرة اليد السعودية التي لطالما عودتنا على التواجد في المحافل العالمية كلنا أبدا أن نجد منتخبنا ثم استطاع يا الله يلعب مختفي عنهم أحمد يلعب بالقبائل